السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بحل FRP، نعمل FRP bypass لهاتف انفينكس. فرشة ممتعة. وهذه كانت نهاية حلقتنا لهذا اليوم حول كيفية فك FRP أو عمل بايباس لل FRP لهاتف انفينيك سمارت HD. فكما ترون معي الآن فتح الهاتف أندرويد 10، هذه الطريقة تشتغل على أندرويد 10. المهم إذا يعني إذا كنتم تريدون أن تقوموا بفرمتة الهاتف فلكم حرية التصرف في الأمر، يعني يمكنكم أن
تقوم بفرمتة الهاتف عن طريق فاكتوري ريسيت، وسوف ينطفئ الهاتف وسوف يشتعل، وتقوم بنفس الخطوات السابقة، تعمل نكست 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 بدون التطرق لـ FRP Bypass، بدون الذهاب إلى اليوتيوب إلى آخره. ولكن يمكنكم كذلك يعني أن تقوم بإنشاء إيميل جديد، حساب للبلاي ستور. وهذه كانت نهاية الحلقة، نتمنى أن تعجبكم الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمنا، وكذلك الاطلاع على الجديد فيما يخص كل ما يتعلق بالتقنية، كل ما يتعلق بالNFTs، كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، سوف نقوم بنشره في القناة. وشكرا جزيلا للمتابعة.